مش احنا معانا بس يعني ايسل نموذج للتصميم او التصميمات اللي هي اميره بتعملها للاطفال. طيب كلمينا بقى عن التنسيق ده يا اميره. بس يعني قولنا يعني كملي قصه ال الماتشنج ما بين الام والبنت على بقى على الفكره بتاعه التصميم مثلا ده. يعني مثلا انا في الاول خالص بصمم اطفال تصميمي اساسا اطفال، فمثلا مامي تبقى طالبه طقم للبنوته وبعدين تبقى حابه ان هي تعمل حاجه ليها، فاحنا نعمل الماتشنج بينها لان هو الموضوع مش موجود يعني مش متوفر في ستورز وكده، ولو موجود قليل جدا. فانا لا اشتغلت ان انا عشان عندي بنوته فانا وهي طول الوقت معظم الوقت بنلبس زي بعض، فحبيت ان انا ممكن ابقى عامله الاوتفيت لطفله وبعدين المامي تطلب مثلا حاجه ماتشنج معها فاشتغل معها يعني اعمل لها حاجه بقى حسب ما هي عايزه، نقعد نتكلم مع بعض نشوف ايه اللي هي حباه. هل من السهل ان احنا نعمل ماتشنج يا اميره؟ يعني طريقه الماتشنج ازاي؟ هل مثلا لو انا عايزه اعمل ماتشنج مع بنتي هنزل بقى المحلات ادور على طقمين زي بعض ولا هتجه لمساله التفصيل؟ هو والله يعني على حسب الستايل. شايفين لي الحركات ازياء ازياء عرضه ازياء يعني مثلا لو اوت فيست زي ده مثلا ممكن المامي هتجيب ليها مثلا جاكيت جلد وطرحه مثلا تايجر لو محجبه، ممكن جوب جلد مثلا، فهتبقى كده عملت ماتشنج كالرز وممكن ماتيريال كمان. وممكن لو هي مش محجبه تلبس نفس الموديل بالظبط، بس حسب بقى هي ممكن تلاقيه ممكن ما تلاقيهوش، ممكن تلاقي تايجر بس مش نفس البرنت بالظبط. فهي الفكره ان انا موفراها ان انا لا ممكن بنفس الماتيريال وبنفس البرنت وبنفس الكالرز كل حاجه، وتبقى المامي والبنوته يبقوا لابسين زي بعض بالظبط. يعني بتعملي نفس الطقم للام وللاولاد كل حاجه. طب ايه ابرز بقى لون في شتاء 2022 او في بقى نتكلم عن الربيع؟ الالوان كلها في الربيع طبيعي الالوان الفاتحه يعني الاصفر الاورنج طبعا الموفات كانت نازله الوان الورود يعني الالوان دي اساسيه. حبيبه اهلا يا حبيبه. طيب كلمينا برضو عن التنسيق ده. هنا عملت الجوب دي جينز وبلوفر يعني عملت حركه في الايد شويه، بس كمان حبيت اللي هي الحزام في يعني حركه تحسيها اطفالي شويه. لا وانت ضايفه اكسسوارز كمان يعني الباريه الاسود حلو جدا بس ستايل اوروبي بالظبط باريسيان ستايل. وفي كمان الباريه ده متوفر منه للكبار بعمل منه كبار وصغيرين كل حاجه نفس الاوتفيت يبقى للمامي بالظبط بكل تفاصيل.